رشيد سليماني بن عمر الوادي وسيلفر موسيا المدرب هو جوزي روماو. إذا ترفع التيفواتنا بصور جميلة جدا، صور رائعة جدا هنا بالمدرجات بكل صراحة، تذكرنا بأيام كأس العالم للأندية، لكن هذا المرة بصورة مزدوجة. جمهور حتانية تقدير يبدع، وجمهور الرجاء يجيب ويبدع بكلمة هيرو، بتواريخ يعود بها جمهور الرجاء إلى سنوات كانت تاريخية بالنسبة لأخضر الرجاوي، سواء للاعبين لأنه يبدأها بسنة 1970 عندما سجل حماد لاعب الرجاء أول هدف للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم، وهناك كذلك آخر سنة 98 سجل على مستوى كأس العالم سجل صلاح الدين بصير، هناك كذلك 2013 كأس العالم الأندية وتواريخ أخرى، وبعنوان كبير يكتب مفخرة المغرب باللغة الإنجليزية، مفخرة المغرب في العالم بأسره. نعم هذه الصورة، وكذا الصورة هنا بالمدرجات رائعة جدا مرة أخرى، وعلى الجهة اليسرى تيفو آخر، ترسم لوحات هنا بالمدرجات رائعة صراحة، إبداع وإمتاع، والصورة والأروع من جمهور مغربي اليوم. نعم أنتم الأروع، مثال الروح الرياضية بالنسبة للجماهير اليوم، خذوا العبرة والدروس يا من تشاهدون في باقي الملاعب في باقي المدرجات لهذه الصور الجميلة جدا بملعب رائع جدا. نعم نحن الأجدر بتنظيم المحافل الكبيرة والدولية، نحن الأجدر والأروع لتقديم الأجمل بالنسبة للمنافسات القارية والعالمية بملاعب رائعة وبجمهور، نعم جمهور رائع. إذا انطلقت المواجهة مشاهدينا، وطاقم التحكيم يتكون من عادل زراق، يساعده عبد الرحمن صديقي وأمين العريسي، وبطريقة جميلة جدا. دعونا نتابع كرة القدم، ما هذه الصورة، ما هذه اللوحة، يا الله. مرة أخرى هيرو بالعلم المغربي، وفي الوسط علم الرجاء، نادي الرجاء الرياضي. نعم وبالأرامات والصور وصورة لمسجد الحسن الثاني ومعالم تاريخية عالمية، محطات تاريخية للأخضر الرجاوي. نعم يبدعون ويمتعون من يتابع المباراة في هذا الأثناء بين هذه الجماهير. نعم الكل يحمل أدوات التصوير من أجل، وصورة أخرى وتيفو بمدرجات الحسنية. نعم المقابلة هي في المدرجات يا الجمهور الآن، في المدرجات، إبداع وإمتاع أروع. نعم الإجابة منكم يا لاعبين الآن، صورة جميلة، برافو بكل صراحة، برافو لهذا الجماهير اليوم بهذا الإبداع بهذا المتعة الكروية. جمهور الحسنية يمتع ويبدع ويدخل التاريخ من أوسع الأبواب، وجمهور الرجاء يواصل تألق ومشواره في عناوين تاريخ الكرة المغربية على مستوى الحضور. نعم صور جميلة من الجمهور المغربي، أنزلوا التيفوات من فضلكم، دعونا نتابع رقعة الميدان والفرجة بالأقدام، هل ستكون بقدر ما كانت على مستوى المدرجات؟ إذا كرة في وسط الميدان. نعم في لحظة عملية التنفيذ من العقال، عقال لاعب سريع يجيد تسديد والتمرير بالرجل اليسرى، لاعب مهاري كيلعب كرة دائرية عرضية، اشتعلت بالأخضر منذ البداية براسية من فريق الرجاء الرياضي عن طريق ضربة خطأ نفذت بطريقة ذكية وراسية رأسية، نتابع أظن فيفيون مابيدي فيفيو أو ليس مويتيس، أظن ليس مويتيس هو من سجل الهدف الأول، هدف مقابل لا شيء، غادي نشوفوا الإعادة، هدف مقابل لا شيء قبل مرور 10 دقائق. إذا فيفيو مابيدي أم ليس مويتيس، غادي نتابعوا من سجل الهدف الأول، ليس مويتيس، نعم ليس مويتيس يسجل الهدف الأول، هدف فريق الرجاء، طريقة جميلة ارتقاء يسجل من خلاله الهدف الأول. إذا هدف مقابل لا شيء تتغير ويسجل هدف آخر، لاحظوا بطريقة جميلة لعبة كرة في وسط الميدان، فيفيون مابيدي، شوفوا تمريرة فيفيون كيمرر عند ليس مويتيس وبيشنات، طريقة فنية رائعة صعبة صعبة على فهد الحميدي. إذا هدفين مقابل لا شيء، تغيرت الأمور بسرعة، تغيرت الأمور بسرعة الآن، تجربة أكيد ستكون حاضرة مع المباريات. هنا كرة أمامية برتزار الفريق الحسني من الجهة اليسرى، البعثة العرضية
الهدف الأول لصالح فريق حسنية تقدير. الحسنية يقلص الفارق هدفان مقابل هدف الآن بإمتاعه بطريقة جميلة من الجهة اليسرى وانسلال جيد من خلاله يسجل الهدف الأول فريق الحسنية عن طريق اللاعب بديع أكل الذي نشوفه لإعادة. إذن هنا عبد الحفيظ ليركي كرة ثابتة والكرة الثابتة كانت الحلول بالنسبة للرجاء. كرة عرضية الحلول حتى للحسنية عن طريق الكرات الثابتة كانت في آخر المطاف. عادت المباراة لنقطة البداية هدفان في كل شبكة. يا لهم اللي قام مجنون لحد الآن بعدما تقدم الرجاء بهدفين مقابل شيء لم يكن بمقدوره العفاظ على النتيجة. وعادت الحسنية من بعيد بروح قتالية كبيرة وبثقة من نفس هدفين في كل شبكة. تعود الأمور لنقطة البداية ودائما نفس اللاعب إنه بديع أكل هو من يسجل الهدف هدف التعادل. إذن ثنائية لاحظوا حتى على مستوى الهدافين فليس مويتي جوج ديال الأهداف وبديع جوج ديال الأهداف هكذا يا الأمور. الإهدافات الأولية إصابة بعد السقوط ديالو لكن هنا محاولة لصالح فريق الحسنية داخل منطقة العملية. تقدم الحسنية والهاتريك لبديع أكول. نعم بديع أكول يسجل الهدف التالي. ثلاثة أهداف مقابل هدفين. ثلاثة أهداف لصالح فريق الحسنية مقابل هدفين الآن للرجاء. يا له من سيناريو لم يكن في البال والحسبان بالنسبة للجماهير الرجوية. تغيرت الأمور بسرعة بعدما كان تقدم في النتيجة بهدفين مقابل شيء. بديع أقول مولد 1995 لاعب فريق الحسنية ومدرسة الحسنية. دفاع الرجاء يرتكب أخطاء قاتلة من خلالها تسجل الأهداف. وشوفوا الإعادة. إذن عملية الانطلاق ترجع كرة تبرير أمامية من الجهة اليسرى البحث عن تبرير فرصة. كريم البركاوي يسجل رابع الأهداف للحسنية بعنوان كبير. الحسنية تألق اليوم أمام فريق الرجاء. إذن أربعة أهداف مقابل هدفين. عبد الهادي السكسيوي بدون ملامح لا فرحة ولا أي ردة فعل مع هذا المتابعة والهدوء بنتيجة إيجابية. لاحظوا بطريقة جميلة تبرير الجهة اليسرى. لاحظوا بسرعة رجعوا ثلاثة ديال جوج ديال المهاجمين داخل منطقة العمليات وعلى الطائرة. أكثر مرة أن هناك أربعة على الورق وثلاثة بإمكان هناك ثلاثة فقط يمكن إشراكهم. فريق الرجاء يسجل الهدف الثالث عن طريق إسماعيل بن المعلم. يسجل الهدف الثالث. أربعة أهداف مقابل ثلاثة. الآن على بعد دقائق قليلة من نهاية هذه المواجهة يقلص الفارق فريق الرجاء عن طريق كرة ثابتة كذلك وعن طريق والبحث الآن على التغطية الدفاع من عناصر فريق الرجاء كي يرجعوا بسرعة. فرصة داخل منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ باحت المواجهة بآخر أسرارها وأنهت الأمور في آخر لحظاتها. فتاح يرتكب خطأ داخل منطقة العمليات. وجوزي روماو يمكن أن نقول أنه يرى ما لم يكن في البال ولا في الحسبان. طريقة ذكية كان هناك اختراق وتهور من سعيد فتاح لارتكب خطأ داخل منطقة العمليات. وضربة جزاء حصل عليها إسماعيل الحداد. يحصل ضربة جزاء وفي التنفيذ دعونا نرى من سيتكلم تنفيذ هذه ركلة الجزاء. إذن
مقابلة مشوقة، فيها أهداف، فيها مجموعة من المحاولات. هناك حديث مع الحكم، ما عرفش علاش حديث، نشوف فيما بعد الإعادة. إذن لأن رغم كل شيء إن كانت ضربة جزاء لم تكن، الحكم خد القرار ديالو. غادي نتابعوا عملية التنفيذ خلف الكرة فقط، نتعرفوا على اللاعب اللي غادي يقوم بعملية التنفيذ ضد اللاعب الحداد، كيصعب عليه رؤية الرقم ديالو. إذن عملية التنفيذ فاد الأثناء، فرصة لصالح فريق الحسنية.